أجساد صغيرة هشة تنتقي ما طاب لها من سكاكر وزواكي منتشرة في أسواقنا، لا تعي أن السم يختبئ في داخل بعضها. هو جهل الكبار وبراءة الصغار والضحية طفولة تنتهك يوميا في ظل رقابة ضعيفة. في هذا التحقيق نكشف لكم بالوثائق والفحص المخبري عن تلوث كيميائي في بعض الزواكي والسكاكر المنتشرة في أسواقنا. هذه الحضانة في مدينة رام الله تطبق حمية غذائية على أطفالها، فالسكاكر المصنعة ممنوعة على مدار الأسبوع باستثناء يوم واحد، والبديل عنها حلويات منزلية وعصائر طبيعية. لكن ما الذي دفع إدارة الحضانة للقيام بهذه الخطوة؟ فرط في الحركة والنشاط، قلة التركيز، يعني بطلنا نقدر نسيطر على الطفل كيف يقعد على الكرسي، يستوعب شو بنحكي، نسوي النشاطات، فحاولنا نخفف هاي الزواكي انه نخليها مرة في الأسبوع. بعد ما اتبعنا الحمية شفنا الفرق، صار التركيز عند الأطفال أحسن، صرنا نقعد على الكراسي ونستمع شو المس عم تحكي، ما خففت الفرط في الحركة، الهايبر أكتيف يعني اللي كان عندنا كتير صار أخف شوي. ما تحدثت عنه مديرة الحضانة أكده أخصائي الطب النفسي للأطفال دكتور محمد الخواجة، مشيراً أنه يشخص أكثر من 20 حالة أسبوعياً بأعراض مماثلة. يعني هو إحنا فيش أبحاث رسمية عندنا في فلسطين إلى علاقة في الموضوع، بس أنا بقدر أحكي لك أنه أنا مثلاً السنة الفاتت كان يجيني تقريباً في الأسبوع 5-6، هل حالياً بازدياد ممكن توصل درجة 20 واحد 25 طفل عندهم فرط حركة أو زيادة في الحركة أو في خلل في السلوك عندهم في الأسبوع، فهي الأعداد قاعدة بتزيد، فيها سكر كثير وفيها حتى بتعرف فيش في اهتمام، ممكن تكون فيها مواد الصبغة الأصباغ عالية جدا، هاي كلها طبعا بتأثر على الطفل، هاي بتزيد من حركة الطفل، بتزيد من بتأثر على خلايا الدماغ، بتأثر على إحنا اللي بنسميها البركات. كويس، ببطل عند الطفل بركات، تعرف الشخص في عنده بركات اجتماعية بتخليه يسيطر على حاله، يسيطر على تركيزه، يسيطر على تفكيره، يسيطر على تصرفاته. هاي الموضوع اللي فيه سيطرة بصير في عنده خلل، ببطل يقدر يسيطر. المعلومات التي ذكرها الطبيب دفعتنا للخوض أكثر في عمق هذه القضية، فقررنا فحص عينات عشوائية من السكاكر والزواكي المنتشرة في أسواقنا. وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن استعانت بخبراء سحب العينات الغذائية في وزارة الصحة. سحبنا 14 عينة عشوائية من السكاكر وزواكي الأطفال في مدينتي رام الله والبيرة. العينات سجلت وتم ترميزها في بيانات رسمية توجهنا بها إلى المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة. قررنا فحص نسبة الألوان الصناعية فيها كونها الأخطر على صحة الأطفال برأي الكثير من الخبراء. عملية الفحص الكيماوي استغرقت مدة أطول من المعتاد كما أخبرتنا إدارة المختبر. انتظرنا على مدار أسبوعين إلى أن ظهرت النتائج. بعد استلام العينات المخبرية من قسم استقبال مختبر الصحة العامة المركزية، قام فريق قسم الكيمياء مباشرة بتحليل هذه العينات، وأثناء التحاليل تم الكشف عن وجود بعض العينات الراسبة من كافة العينات التي تم فحصها. فحوصات الراسبة تم تأكيدها مرة أخرى حتى تتم تأكيدها بشكل نهائي أنها راسبة 100%.
مجموع العينات المفحوصة 14 عينة، منها 13 احتوت على ألوان صناعية كيماوية، باستثناء عينة واحدة احتوت على ألوان طبيعية. عينتان مخالفتان تجاوزتا الحد الأقصى لما هو مسموح للأصباغ في التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفة الفلسطينية والعالمية، حيث اعتبرتهما وزارة الصحة عينات ملوثة. العينتان المخالفتان، واحدة لمنتج محلي والأخرى مستوردة من تركيا، بلغت نسبة تلوث من مجموع العينات المفحوصة 15%. كل مخالفة للمواصفات العالمية أو الفلسطينية اللي هي وضعت لحماية الصحة وخاصة الأطفال إذن هي سامة. كل زيادة في مواد كيماوية تحديداً إذن هي سامة. فبطبيعة الحال هذه نسميها مواد مسمومة، تأكيد هي كمواد كيماوية معروف إنه المواد الكيماوية متى ما دخلت الجسم بأكثر من الحد من الحدود المسموح فيها بأي شكل كانت، سواء أكلاً أو حتى تنفساً، بغض النظر هناك أخطار وأمراض كثيرة، ونعرف إنه نهايتها قد تكون أخطر هذه الأمراض السرطان. للأسف بتعمل تراكم، ممكن تسبب أمراض بداية بحصوات، ممكن توصل إلى سرطانات. أنا بقدر أحكي بشكل قاطع إن هاي مواد سامة وخطرة جدا، نعم، وتعتبر مادة ملغومة موجودة للأطفال، يمنع منعا باتا تواجدها، بس ما بتقدر توصفها بإشي أقل من هيك، لأنها تحمل في طياتها خطورة عالية جدا. يعني أنا بعتبر هاي المواد السامة في قطاع الأغذية، موجود عندك على الرف حيايا، موجود في جوميز، مش عارف إيش كل التشكيلات هاي. بعد عرض نتائجنا المخبرية السابقة على مديرية صحة رام الله، تحركت طواقمها الرقابية على الفور. ضبطت كميات من المواد الراسبة وأنذر المخالفون. السادة شركة، يجب عليكم الالتزام بالتعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالألوان، علما أن منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالألوان، وإن لم يتم ذلك تجرى بحقكم المعاملة القانونية. اليوم تم ضبط كمية الإنتاج، تم تنبيه توجيه إنذار لصاحب المصنع والمستورد بالالتزام بالتعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالألوان. وإحنا طبعاً لما نعد هذا بنعتمد على المراجع الدولية، والمراجع الدولية بتكون عاملة حساباتها بخصوص سمية المواد وقديش مقدار ممكن يستهلكه الجسم يومياً من هذه المواد بدون ما يعمل له مشاكل. التعليمات الفنية الإلزامية واجب التطبيق للمستورد والمصنع محلياً بدون هذا، ويجب على الجميع الالتزام بها. حاولنا مواجهة المخالفين لأخذ ردهم على الفحوصات الراسبة، لكنهم رفضوا التعليق والظهور أمام عداسة الكاميرا. أوامر من الإدارة. نستحق. نستحق. ألو. نستحق. نستحق. قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، المادة 27، الفقرة الثانية: كل من عرض أو باع منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 500 دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين. وأمام ما سبق كان لابد من مواجهة دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد باعتبارها المسؤولة المباشرة عن كل ما في الأسواق من مواد غذائية. نحن مش قادرين نسيطر على المعابر السوق الفلسطيني نتيجة أن السوق أو طبيعة النظام أو طبيعة الدولة في فلسطين ليست ذات سيادة على الحدود ولا على المعابر،
وبالتالي بإمكان المهربين إدخال منتجاتهم من أي مدخل من مداخل الضفة، لا سيما أنه الكوادر الرقابية سواء حماية المستهلك أو الضابط الجمركي أو غيرها مش رح تقدر توقف على كل مدخل من مداخل فلسطين أو كل مدخل من مداخل القرى. ووفقا لأرشيف وزارة الاقتصاد فقد أتلف ما مجموعه 310 أطنان خلال عام 2016 من السكاكر والزواكي غير الصالحة للاستخدام الآدمي من الأسواق الفلسطينية. 310 طن طبعا تم ضبط كمية كبيرة منها في المخازن قبل عملية تسويقها، وأيضا قسم كبير من البسطات خاصة قبل الأعياد انتشرت كميات كبيرة من هذه السكاكر، لكن بالمجمل قد تكون في كل محل. وتعذر الحصول على رقم دقيق لمجموع ما دخل الأسواق من الزواكي والسكاكر في عام 2016 بسبب عمليات التهريب. وتدعو دراسات عالمية عدة إلى اتخاذ إجراءات جدية تجاه الملونات الكيماوية والحد من استخدامها كونها تؤثر سلباً على سلوك الأطفال. وفي ضوء كل الأرقام والمعطيات السابقة فإن أخصائي التغذية يحذرون الأهالي من استهلاك أطفالهم لأكثر من صنف في الوقت ذاته، وهو الأمر الشائع لأن معظم الزواكي والسكاكر تحتوي على ألوان صناعية كيماوية كما ظهر في فحوصاتنا، الأمر الذي يضاعف من مخاطرها. الرسالة للأهل إنه إحنا ضروري إنه إحنا نستبدل استبدال هاي المواد أو هاي الحلويات أو هاي المسليات، نستبدلها مثلاً بخضار، نستبدلها بحصة خضار، حصة فواكه، مثلاً العصير المصنع نستبدله مثلاً بعصير طبيعي إحنا نعملهم إياه يكون فريش، يأخذ منه كل المواد الغذائية اللي بتكون موجودة فيه. الأهل بشكل عام هم لازم يكونوا القدوة لأولادهم، حتى لو صار عمر أولادهم 6 و7 و10 سنين ما تأخر الوقت، بالتدريج بتصير تغير نظام الأكل بالبيت، تقيم الشغلات السيئة على الصحة، تحط بدالها، بدنا نعطي البديل على السريع، تحط بدالها الإشي الصحي واللي بحبوه. كثيرة هي الخروقات المتعلقة بسلامة الأغذية والمسليات في أسواقنا، الأمر الذي يتطلب رقابة مضاعفة من قبل كل الجهات المختصة على جهل وجشع بعض المنتجين والمستوردين والتجار ومخالفتهم للقانون. وأمام كل ذلك نقول يكفي استهتارا بأجساد أطفالنا.